طب نسمع قصة رحاب عايشة ازاي في الشقة وليه رفعت قضية. رحاب السيد، مساء الخير. مساء النور يا فندم. قصة غريبة جدا بتفكرني بالفيلم، احكي لي قصتك يا رحاب، ليه رفعتي قضية وعايشة ازاي مع راجل منفصل عنه في نفس الشقة؟ هو أولا أنا اضطريت إن أنا أرفع قضية لأن هو الخلاف اللي حصل ما بيني وبينه دوت، جيت أحب إن أنا أدخل الشقة حتى آخد هدوم بإبني، كان ابني لسه صغير عنده شهور، كان كل حاجة إن هو ما ينفعش أروح، قفل على الشقة، قفل على هدومي، هدوم ابنه وكل حاجة، فأنا ما كنتش عارفة أدخل الشقة، فاضطريت إن أنا ألجأ للمحكمة علشان أقدر حتى أدخل شقتي آخد منها اللي أنا عايزاه من هدوم، من أي حاجة بسيطة يعني. تمام. جيت يوم الحمد لله اخدت الحكم، وجيت يوم التنفيذ، جيت ادخل الشقه، طبعا انا لقيت الوضع وان هو واخد حاجتي كلها، وحاطط لي بقى حاجات قديمه، حاجات والدته، حاجات قديمه جدا متهالكه، حط لك هدوم مام، هدوم امه. لا مش هدوم، هو العفش، هو بالنسبه للعفش، بدل العفش، جاب عفش والدته، ايوه، وخد عفشك، وخد بقى كل حاجه، خد كل حاجه، كل حاجتي الجديده، تمام. وانا بقى عايشه معايا دلوقتي على الوضع ده، طبعا انا اضطريت ان انا اقبل ان انا مضيت ودخلت شقتي، ان انا اقبل بحيث ان انا كان لازم ان انا اتمكن من الشقه. طيب انت دلوقتي معاكي ولد؟ ايوه. عنده قد ايه يا رحاب؟ هو حاليا عنده 3 سنين. 3 سنين؟ انت بقالك في القصه دي 3 سنين؟ القصه دي هو كان عنده ساعتها 9 شهور حضرتك. وانت مكنتي من الشقه امتى؟ اتمكنت انا في شهر 5 2019. يعني بقالك قد ايه في الوضع ده عايشه معاه في نفس الشقه؟ من شهر 5 2019. من 5، يعني بقالك داخله على قرب سنتين. ايوه المشكله كلها، ايوه، من هي المشكله كلها باديه من 2018، بس طيب. طبعا علشان المحكمه وكده فاتمكنت شهر 5 2019. طب ليه ما بتطلقيش؟ والله احنا سعينا معاه في جميع المحاولات بالود، انه كل حد بقى خلاص ينفصل عن التاني بهدوء وكده، لكن هو بيلعب على وتر، انا هسيبك كده لحد ما تلجئي للخلع، وافقك كل حقوقي. طيب يعني انت، طب ليه ما رفعتيش خلع رحاب؟ انا مش عايزه اسيب حقي، لان هو في الاول وفي الاخر هو حقي وحق ابني برضه. صح، طبعا طبعا. طب قولي لي بقى، انت بقالك سنتين، قرب سنتين يعني مايو تبقي عندك سنة، عايشه معايا في نفس البيت؟ ايوه. وانتوا منفصلين، اشرحي لي جغرافيه الشقه عامله ازاي؟ والله انا عايشه معاه عادي يعني، بالنسبه للحاجات الموجوده فيها ولا الوضع يعني؟ يعني انتوا الشقه كام اوضه مثلا؟ هي شقه هي 3 اوض. 3 اوض وريسبشن، تمام. حلو قوي. انت قاعده فين وهو قاعد فين؟ هو مش بيقعد اصلا يعني، هي والدته ساكنه معايا في نفس الدور، فهو بيقضي اليوم كله عندها. اوكي. اليوم كله قاعد جوه عندها، اكل وشرب كل حاجه، لكن ممكن ساعات تيجي بالليل هو بينام في الليفنج مع نفسه، وانا وابني في اوضه النوم. فانت عادي ممكنه من الشقه، انت بتتعاملي مع الشقه ان دي بيتك كلها على بعض. هو عادي يعني. طب ايه بقى، ضارب بوز، بيسخف، بيعمل اي حاجه من الحاجات دي بتاعت الرجاله دي؟ هو مش هو اكيد طبعا يعني، اكيد من الفتره للتانيه لازم بيحصل مضايقات، تهديدات، استفزاز بقى ليا بكلام، لو ما سبتيش الشقه انا سايبكم كده قاعدين سوري يعني زي الكلاب، كلام مضايقات يعني. مضايقات وتهديدات لفظي كله يعني. يعني بيقوم مثلا يغسل الهدوم، يشغل الغساله زي 2 الفجر كده، الساعه 2 الفجر زي محمود عبد العزيز في الفيلم مثلا، يجيب مامته الست الوالده مثلا تنكد عليكي، اي حاجه من الحاجات دي؟ لا لا، روحي، هو كل حاجته هي يعني الغسيل والحاجات دي كلها يعني، هي مامته متولاه بيها شقتها بقى. الحمد لله يا رب، الحمد لله. خليه قاعد عند الست الوالده، وانا مش فاهمه جاي لك ليه. طب ما حاولش ان هو يصالح يا رحاب؟ لا، ما هو لا، هو يعني مش عارفه اقول ايه، لا اكيد ما فيش محاولات للصلح، لان هي والدته مسيطره جدا. نعيمه الصغير يعني. فما فيش اي محاولات للصلح يعني، ولا حتى محاولات للطلاق. انا بهمنع يعني، بحاول معاه في محاولات للطلاق، اللي هو يا ابني الناس روح اتجوز، طيب خلاص، طب حتى عشان تسترد شقتك وتروح تتجوز مثلا، اللي هو لا انا سايبكم كده لحد ما انت تزهقي، ومساومات بقى على الحقوق، حقوق ابنه ما بيبصش اصلا لابنه، بيدفع في نفس البيت. يعني دلوقتي علاقته بالولد ايه مثلا؟ بيصرف عليه ايه بقى؟ المدرسه؟
لا 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 لا، هو دلوقتي وحاليا انتي واخده حكم نفقه، اصرفي انتي. لو طيب النفقه خلصت قبل الشهر ومثلا ابني محتاج حاجه، بيدفع انا اهلي نفقة اللي كام بيبعتوا لي يعني فلوس. يا رحاب؟ النفقه بتاعتي انا حاليا، انا واخده حكم نفقه ليا ولابني 2500، لكن الشركه مش بتصرف لي الا 40%، فباخد في الشهر من 1600 ل 1700. ليه 40% ليه يا ماما؟ ليه؟ ما اعرفش هي نظام، عشان هل ده نظام الشركه او هو قانوني كده بيصرفوا لي بس 40%. وما فكرش كده يجي يتغدى مرة، يتعشى مرة، أي حاجة من الحاجات لا دي؟ لا 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 طب لا أنا عايزة العفش، العفش، العفش رحاب، العفش فين؟ عفشك فين؟ ما اعرفش، هي انا اللي موجود عندي عفشها يعني، او عفش حماتي، وانا عارفاه لان انا كنت بدخل عندها، فاللي خدت هو اكيد الحاجة، حاجتي جوه عندها. خدت العفش بتاعك يا رحاب خدت كله وجابت لك عفشها القديم. والله حضرتك، انا هو ساب لي حتى في الشقه، خد كل المفروشات، موجود بطانيه واحده هو بيستغطى بيها، وانا وابني قاعدين كده في السقعه دي كده. لا يعني اكيد انت جبتي بطاطين بقى، ما استنيتيهوش بقى لا يعني. ما هو ما لا ماشي، ما بس هو اللي هو سايبه لي في البيت كده، يعني اللي هو قشط انت خد البيت، قشط البيت كله. كل طب اخبار حاجه، الصيني وايه والحاجات وكده كل حاجه حضرتك، من لا كبير حول الله، لصغير، حتى الكوبايات كله خد كله حتى الكوبايات. كله. انا عايشه انا وابني كده يعني، ربنا اللي عالم بينا، بس هو في الاول وفي الاخر انا بحاول انا اصمد، لان ده حق. طب انت ما تقدريش ترفعي عليه قضيه تبديد بقى وكده؟ بس مش معقوله يا جماعه تفضل قاعده بقى في القضايا. طب ايه خطتك الجايه يا رحابه، هتعملي ايه؟ والله خطتي الجايه، انا دلوقتي انا حتى انا نفسي ارفع طلاق، بس القانون لازم الطلاق ان لازم يكون ذكي، فيه ضرر مادي يعني، يكون متعرض لي حتى بالضرب. تمام، هو ذكي جدا، لا انا مش هقرب لك من كده، بس هو بيأذيني نفسيا. طبعا هل القانون هو يقدر يديني حكم طلاق بالأذى النفسي ده؟ يعني اظن لازم تروحي المحامي، ودي قضيه مهمه. طبعا في اذى نفسي، وان انت مش هتقدري تكملي بالشكل ده، ترفعي قضيه اتمنى. طلاق، لكن اهم حاجه حقوقك وحقوق الولد. ايوه طبعا، انا والله انا كل اللي هاممني ان انا احقق ابني برضه في الاول وفي الاخر، وبسعى ان انا ماسكه في حقوقي، وكل ده علشان خاطر ابني، عشان طبعا خاطر حق معاكي حق، ابني برضه. معاكي حق، بس الحقيقه يا صبرك يا يعني يا صبرك يا طقطانك، ان انت فعلا قاعده في البيت، حقك طبعا انه تمكني من الشقه، بس ان انت تبقي قاعده وحد فجاه يخش عليكي كده، يعني موضوع غريب جدا، وفجاه يجيب والله انا والده. انا قاعده، انا في قاعده في قلق برضو، لان هو طبعا بيعتبر بيت عيله، لان عيلته برضو في البيت وكده، والده فقاعده اخواته فجاه يهجموا عليه، يعني تلاقيهم في يعني انا البيت. قاعده مهدده برضو، بس طبعا اعمل ايه؟ طيب اعتقد محامي بقى والدنيا تظبط ان شاء الله. ان بشكرك شاء الله. يا رحاب، ويعني اتمنى ان يعني دي حاله من الحالات الصارخه اللي بتذكرنا بفيلم الشقه من حق الزوجه، والشقه فعلا من حق الزوجه طالما انها حاضنه. فيا زوج السيده رحاب، من فضلك يعني سيب الشقه او طلقها او كده، المهم تقوم بواجباتك، لكن الفكره دي مش دمها خفيف يعني. وبلاش تجيب الوالده نعيمه الصغير، وبلاش تجيب تغسل بالليل الساعه 2 الصبح، مفيش داعي. ورجع العفش للبنت، عيب يعني، كوبايات وكده عيب.